انت شايف هل ممكن يتم فتح ملف انتقال ميسي للدوري السعودي الموسم الجاي؟ مش في يناير بقى، الموسم الجاي، ولا الموضوع خلاص شايف خطوه ميسي للدوري الامريكي خلاص الموضوع انتهى؟ والله شوف، بنسبه كبيره الموضوع انتهى. قد يكون هنالك في يعني في انت شايف في امور تجد. ان ميسي انا خلاص اشوف انه مستحيل يجي انا الدوري اشوف السعودي؟ لا، مو مستحيل، بس انا اشوف انه كان فرص تواجده في بدايه في الموسم هذا اكثر من فرص تواجده على مستوى الموسم المقبل. قد يكون وقد تحدث مستجدات، زي مثلا موضوع محمد صلاح، يعني ممكن تحدث مستجدات في هذا الموضوع، في هذا الامر. لكن انا اشوف ان نسبه حضور ميسي حتكون ضئيله، ما هي بنفس النسبه اللي كانت يعني موجوده ممكن هذا الموسم. تحددها نسبه كام في المية مثلا لميسي يكون موجود في الدوري السعودي؟ والله ممكن 30%، مو اكثر من 30%. طب ومحمد صلاح؟ لا، محمد صلاح اعتقد انه بنسبه كبيره حيكون الموسم المقبل في الدوري السعودي، بالنسبة لانه مشكله بنسبه كبيره، اعتقد تجاوز يعني 80%، لانه عمليه الربط يعني انت شايف دلوقتي ان وجود ميسي في الدوري السعودي بنسبه 30% ومحمد صلاح بنسبه 80%، صح كده؟ 80% صحيح، لسبب انه محمد صلاح الرفض ما جاء من نفس اللاعب. هذا ان صحت المفاوضات، انه الرفض ما كان من اللاعب بقدر ما هو الرفض من نفس النادي. لكن ميسي كان الرفض من نفس اللاعب، يعني هو ما كان عنده رغبة او فضل العرض الامريكي على العرض السعودي.